ومن بعد البريك مكملين معكن بفقراتنا لليوم، وبفقرة اسأل حكيم رح نحكي عن التوتر وحالة فقدان الوعي اللي عم يمر فيها البعض بظل هالظروف الصعبة اللي عم نعيشها، وفي البعض كمان عم يلجأ لطبيب نفسي لحتى يطلع من كل الأمراض أو من كل الحالات يلي عم يمر فيها. لحتى نعرف أكثر عن الأمراض النفسية رح يكون معنا اليوم الدكتور طوني صوما، دكتور في علم النفس. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا اليوم، وكل سنة وانت سالم، ينعاد عليك بخير وفرح يا رب. وعليك شكرا لك وللاستضافة. شكرا لك دكتور. دكتور بالبداية تقدر تخبرنا أو تقول لنا إيش المقصود بعلم النفس؟ علم النفس هو علم بيتناول الحالات الفكرية والذهنية والعقلية والتصرفات يلي بيمرق فيها الإنسان. هو علم عام بيساعد الشخص انه نفهم تصرفاته وافكاره، وهو في له فروع تطبيقيه بتساعد الشخص انه يكون عم يتاقلم بالمجتمع وبحياته الشخصيه والاجتماعيه. دكتور بسياق حديثك قلت انه هو له فروع تطبيقيه، تقدر تقول لنا كمان على فروع التطبيقيه والنظريه لعلم النفس؟ لا، في عندنا اكيد علم النفس العياده يلي هو اكثر فرع الناس بتعرفه، يلي هو بمعنى علم النفس يلي بيشتغل بعياده، يلي هو بيتعامل مع الاضطرابات النفسيه وبيعالجها. بس عندنا كمان غير فروع تطبيقيه، عندنا مثلا الفرع يلي بيتعامل مع علم نفس الطفل والمراهق والراشدين وصولا للشيخوخه، عندنا علم نفس العمل يلي بيشتغل عن وضع الموظف بالشغل وكيفية تأقلمه، عنا علم نفس الاجتماع يلي بيشتغل على التأثير الاجتماعي، كيف الانخراط مثلا ضمن مجموعة، كيف الصداقات والعلاقات الاجتماعية بتأثر على الفرد، عنا النيورو ساينس أو يلي هو نوع من علم النفس يلي مرتبط كثير بعلم الأعصاب يلي بيدرس المبادئ البيولوجية لكل الحالات النفسية. في عدة فروع تطبيقية بس هي اللي ذكرتهم هن يلي أكثر شيء شائعين ومعروفين. تمام دكتور، كمان احيانا نسمع انه بعض الاشخاص عم بيقولوا انه نحن مثلا بحاجه دكتور نفسي او عم نلجا لدكتور نفسي، ليش الانسان عم يلتجئ لدكتور نفسي؟ عادة الإنسان بيلجأ لدكتور نفسي إذا كان عم يمرق بحالة عم بتأثر على سعادته أو على تأقلمه بالمجتمع. يعني إذا الشخص عم يمرق بعوارض وهيدي العوارض عم بتسبب له تعاسة أو ضغط نفسي، هيدا سبب. أو تاني سبب إذا المحيط أو الشخص بحس حاله إنه يلي عم بيعيشه ما بيشبه ردات الفعل بالمجتمع أو ما بتتوافق مع تأقلمه بالمجتمع، يعني عم بتأثر على انخراطه بحياته الزوجية العائلية أو حياته المهنية بالعمل، أو هن الأسباب الرئيسية للشخص يلجأ لأخصائي نفسي. دكتور كمان لما الإنسان عم يلجأ لطبيب نفسي، إيش قد هي النسبة اللي عم يقدر يطلع مثلا من الحالة اللي هو فيها؟ أكيد عم يكون في نسبة معينة ليتخلص من الحالة اللي عم يعيشها، وأكيد الطبيب كمان عم يعطيه مراحل حتى أنه ما بقى يعيش الحالة اللي إن كانت توتر أو خوف أو الوحدة. تقدر تخبرنا كمان عن المراحل اللي عم يعطيها الدكتور؟ هلا اولا عن نسبة التخلص من المشكل، اذا اليوم العلاج النفسي هو مناسب، يعني اذا الشخص هو كفوء والمتابعة هي صحيحة، ما في حالة نفسية ما في لها حل. يعني هيدا لنكون عم نحكي الامور مثل ما هي. هلا يعني يمكن في اشخاص بتكون يمكن منا مؤهلة او تمام الحالة النفسية بتكون يمكن الخروج من الأزمة أصعب. أوكي، بس بشكل عام نسبة الشفاء على طول هي عالية. هيدي أول نقطة. تمام. هلا ثاني سؤال كنت عم تسألي عن شو هي المراحل. أول مرحلة بتكون بنحدد أو بنحدد شو هي المستوى اللي هي فيه إلى آخره. ثاني مرحلة بيكون في مرحلة العلاج. بعد مرحلة العلاج لما تخلص
يكون في متابعة لنتأكد بأنه المرحلة اللي كنا فيها انتهت نهائيا، وما بيمنع أنه الشخص بحيالله وقت إذا حس أنه هو متضايق أو في عوارض رجعت تظهر في يلجأ للأخصائي ليرجع إذا في أمور معينة بعد بدها متابعة أكثر. تمام دكتور. دكتور كمان لما عم يلجأ نعم الإنسان للطبيب شلون عم يتعامل الطبيب مع الإنسان؟ هل في مثلا نوع معين من المعاملة أو في مثلا كلام تنقول بالبداية عم يقولوه لحتى يريحوا؟ وإيش هن الصعوبات كمان اللي عم يواجهها الطبيب؟ كان نحن عادة نتمرن على كيف نبني علاقة ثقة واحترام مع الشخص اللي عم يجي لعنا. هلا بدي ركز بس، انت عم نحن عادة بنعتمد كلمة مريض. نحن مش كل شخص بيجي لعنا على العيادة نحن ما بنعتمد كلمة مريض، بنعتبر انه الشخص هو بحاجة لمتابعة نفسية. اوكي، يعني ما بدنا نحط كمان ليبل او اتيكات على الاشخاص يلي بتجي على المتابعه النفسيه انه هي مريضه. اوكي، هلا يلي نحن اهم شيء بنعتمده يلي هو عدم اللجوء للحكم، يعني بده يحس الشخص بالامان انه المعالج النفسي ما عم يحكم عليه، ما عم بيقلل من قيمته، ما عم بيقلل من كرامته، هيدي ونبني علاقه ثقه. هلا بالاضافه لهيدا الشيء في تقنيات معينه بنكون عم نتعلمهم نحن بتطبيق المتابعة النفسية. اوكي، يعني مثلا الاضطرابات النفسية مثل حالات الهلع، الفوبيا، القلق الى اخره، نحن بنعتمد اكثر شيء شائع هو مدرسة اسمها علاج النفسي معرفي السلوكي، يعني بيكون في تقنيات معينة عم نعلمها للفرد كرمال يميز بين افكار القلق والافكار الحقيقة، وبنعلمه تقنيات كيف يتعامل معها. إذا المشكلة لها علاقة يمكن بالطفولة، بعلاقات قديمة، إلى علاقة بالأهل إلى آخره، نلجأ لتقنيات ثانية، نلجأ للطفولة، للأحداث. إذا تعرض الشخص لتروما، لحالات صدمات معينة بحياته، في تقنيات ثانية كمان بنعتمدها مثل الـ EMDR أو الـ Narrative Approach. هودي كلهم نحن بنلجأ لهم بنساعد الشخص يكون عم يوصل لحالة من الأمان بالحالة اللي هو فيها. هودي كلهم نحن التقنيات اللي هن يعتمدوا بشكل عام. تمام دكتور، مثل ما ذكرته بالبداية إنه الجيل الشباب تنقل بشكل خاص إنه عم يمر بحالة من التوتر وفقدان الوعي بظل الظروف الصعبة اللي عم تصير خصوصي بفترة الحرب. إيش قد هي إنه نسبة فقدان التوتر أو فقدان الأمل عفوا من الشباب؟ إيش قد صارت النسبة من الحياة مثلا؟ نسبة الأشخاص اللي عندها اضطرابات قلق يعني بالمجتمعات اللي انعمل فيها دراسات النسبة هي 18%. لما يكون في حالات ستريس مثل الحرب، أزمات اقتصادية، أزمات اجتماعية، الدراسات اللي انعملت بتفرج إنه بتوصل ل 30 ل 35%. يعني نسبة القلق والاضطراب توصل ل 35%، يعني واحد من 3 أشخاص. أوكي؟ مش هيك ضروري بكل المجتمعات يلي فيها توترات وحالات حروب ومشاكل، أوكي؟ يعني بعالمنا العربي بشكل عام يلي عم نمرق بهيدا الشيء، الدعم النفسي ضرورة. أكيد. لأنه الشاب لما يتقدم له الدعم النفسي رح يقدر يتأقلم، وهالشيء بخفف من خطورة اللجوء للتدخين، للكحول، للمخدرات أو لتصرفات تانية. أوكي؟ تمام دكتور، إذا تنحكي كمان من جانب تاني من على الانتحار مثلا بشكل عام، هل صار أمر شائع بحياة الشباب؟ إيه، كرمال الانتحار، انتحار في له أسباب بيولوجية. أوكي، يعني الأشخاص يلي بتلجأ للانتحار بتكون عادة أشخاص عندها اضطرابات ذهنية فكرية ما عم تتعالج بالطريقة المناسبة. أوكي،
يعني بيكون على طول عندنا مسبقا حالة اضطراب نفسي أو ذهني، أوكي؟ تجي الستريس والضغوطات يلي عم نعيشها، إن كان الحرب أو الأزمة الاقتصادية أو كورونا إلى آخره، بتخلي هيدي الحالة تتوتر وتزيد. أوكي هلا، فإذا النسبة هي ذاتها بتبقى بالمجتمعات بتزيد لما يكون عندنا بكل المجتمعات، بتزيد لما يكون في اضطرابات اجتماعية وحروب. يعني هيدا بس لنوضح النقطة. تمام. احنا بدنا ننتبه اذا انا عندي حدا بمحيطي بحس انه عنده افكار موت على اضطراب، بنكون نحن عم ننتبه انه مسبقا يتأمل له متابعة نفسية. دكتور، الطبيب كمان شلون عم يتعامل مع المريضين اللي عم يلتجوا لقالوا يريدوا أو عم يفكروا بالانتحار؟ هلأ هون عادة إذا في مخطط للانتحار، إذا في مخطط جدي، بيكون ضروري نلجأ لطبيب نفسي لدواء نفسي. يعني ضروري بهذه الحالات يكون عم يتأمن دواء. اوكي، دواء. يعني احنا بحاجه لطبيب نفسي سايكياتريست مش عالم نفس. لما تخلص الكريزه، اوكي، بيكون بحاجه نحن لمتابعه نفسيه لنشوف شو هي الافكار اللي بتخلي الشخص يفكر انه الحياه هالقد سودت وبيلجا لرده الفعل الانفعاليه اللي هي الانتحار. فاول مرحله بحاجه لمتابعه طبيه، دوائيه. من بعدها بيكون في علاج نفسي سلوكي لتتعالج هيدا النقطة. تمام. دكتور، بسياق حديثنا عن الانتحار والأمراض النفسية اللي حكينا عليها وحالة التوتر اللي عم يمروا فيها الشباب، نقدر نحكي أكثر كمان عن الفوبيا؟ إيش مقصود بالفوبيا؟ ومثل ما نعرف كمان إنه البعض في عنده مثلا فوبيا من أشياء معينة، إن كان من الوحدة أو من المرتفعات وأسباب أخرى. الفوبيا هي حالة هلع أو قلق مبالغ فيها. بيكون في عندنا حالة هلع قلق بالإضافة لعوارض جسدية فيزيولوجية، يعني مثل الأشخاص بتحس بضيق نفس، ضيق قلب سريعة، توتر بجسمها، بالإضافة لحالات تجنب للأمر يلي بيسبب الهلع. يعني بيكون عندنا قلق بلس تجنب، بالإضافة للتجنب. يعني الأشخاص اللي عندها فوبيا مثلاً للأماكن المغلقة، بتكون إذا بتفكر أو بتروح على أماكن يلي فيها أماكن مغلقة. فإذا القلق عوارض جسدية وحالات تجنب. هلا مرتبطة الفوبيا بعدة أماكن، يعني إذا في أشخاص بيكون عندها فوبيا مثلا من الدم، تمام، أشخاص عندها فوبيا من الأماكن المرتفعة، أشخاص عندها فوبيا من الأماكن المغلقة، أشخاص عندها فوبيا من الأماكن البعيدة، أشخاص عندها فوبيا من المواقف الاجتماعية، يعني أو السوشيال انزايتي بنسميها، أو حالة فوبيا اجتماعية، قلق اجتماعي. أوكي، ونسبتها موجودة وهي شائعة، بس الخبرية الحلوة إنه حالات القلق كلها في إلها حل. كلها بتتعالج 100% بالطريقة المناسبة. تمام. دكتور، تقدر تخبرنا كمان على أنواع الفوبيا؟ إيش هن الأنواع؟ مثل ما ذكرت هلأ أنا، في عندنا مثلاً الهلع من الأماكن المغلقة، الأماكن المسكرة. تمام. في هلع من الأماكن المرتفعة، في أشخاص بيكون عندها حالة هلع من الأماكن البعيدة، يعني إذا بدهم يروحوا لمكان بعيد يعتبروا هم بيخافوا إنه يبعدوا عن البيت، يصير لهم شيء، نشوف إذا في مستشفى قريبة. الأشخاص عندها فوبيا من أغراض محددة مثل الدم، حيوانات معينة، وفي الفوبيا من المواقف الاجتماعية social anxiety. دكتور، حكينا عن الفوبيا وعن الانتحار كمان، هل في صلة وصل شيء بين الفوبيا والانتحار ولا هن مختلفين تماماً عن بعض؟ لا، هن مختلفين تماما. هلا الاشخاص اللي بيكون عندها حاله هلع بتصير تخاف انه تجي حاله الهلع لانه بيفكروا حالهم رح بيموتوا.
بس الشيء ما له علاقة بالانتحار، اوكي؟ فاذا بيخافوا انه رح بيموتوا، بس الشيء مش معناته انه عنده افكار يأذي حاله او ينتحر. مختلفين عن بعضهم تماما. تمام دكتور، بكلمة أخيرة إيش تحب تقول للشباب، خصوصي هالشبيبة هلا يلي خلقت بوقت الحرب، إيش تحب تقولن بكلمة أخيرة لتعطين أمل بالحياة؟ بحب اقول لهم اكيد انه نكون عم نركز على الامور يلي بتعطينا دعم وسند وايجابيه بحياتنا. نعرف انه الظروف لو كانت سلبيه بده يجي نهار وتنتهي، يعني ما أكيد في أكيد ازمه وبدون مدى الحياه. المهم نحن بهيدي المرحله نكون عم نركز على الامور يلي بتعطينا دعم، ان كان دعم اجتماعي، اشخاص قريبين منا، نحافظ على روتين معين بنظام حياتنا كدراسة وعلم وانخراط اجتماعي. ومهم نكون عم نشوف شو الأمور يلي تعطينا دعم، وإذا لقينا أنه أنا بمرحلة في نوع من تعاسة أو تعب معين، بقدر أبدأ لأخصائية بيساعدوني كرمال أكون عم حل مشكلتي وأتأقلم بحياتي بسهولة. أكيد أكيد. حابة أشكرك دكتور لأنه كنت اليوم معنا وقبلت استضافتنا لإلك، شكرا كثير على كل الجوانب أو النقاط يلي حكينا عليها وعلى المعلومات المهمة يلي أعطيتنا. شكرا لك ويعطيكم الف عافيه. شكرا لإلك كمان. حكينا عن موضوع كتير مهم وعن الأمراض النفسية اللي عم يعيشها الغالب، وخصوصي في ظل هالظروف الصعبة وبفترة الحرب يلي صارت، وعن التوتر يلي عم نعيشه كلتنا. وشفنا كمان من خلال حديث الدكتور إنه في نتيجة وفي حل لكل شيء عم نمر فيه.